بعد شوية برنامج أبديت مع هدير شعيب على راديو عين شمس. عيش اللحظة. دنيا كبيرة تبان صغيرة في مكان واحد، ستاير وراها حكايات. أول ما بتتفتح نلاقي كلام مش متهندل، مشاعر متلخبطة، تيجي توصف حالك غيرك يشوفوا حاله، وفي الآخر أحوالنا كتيرة ومتشابهة بس الظروف متغيرة. كل واحد فينا بيلف في دايرته. أوقات الظروف توقفك وتجبرك إنك تطلع برا دايرتك علشان بس تعمل أبديت وتعرف تكمل باقي الطريق اللي انت شايف في نهايته أحلامك. إياك تتعب أو تمل من المعفرة، خدها لعبة أو حكاية، ما هي كل حاجة وليها نهاية. المهم إنك تعمل دايماً أبديت وتعيش اللحظة. استنونا في برنامج أبديت، هكون معاكم هدير شعيب على راديو عين شمس. عيش اللحظة. استنونا في برنامج أبديت مع هدير شعيب كل يوم ثلاث الساعة 5 على راديو عين شمس. عيش اللحظة. ودلوقتي جه معنا برنامج أبديت مع هدير شعيب على راديو عين شمس. عيش اللحظة. مستمعينا في كل مكان، مساء الخير عليكم، وحشتوني جدا من الأسبوع اللي فات. معاكم هدير شعيب وبرنامج أبديت من الساعة 5 للساعة 6 على راديو عين شمس. ما تنسوش تكلمونا على رقم التليفون 010-138-8009 أو على الفان بيج راديو عين شمس بالإنجليش أو بالعربي. النهاردة أنا حابة أن أنا أفتح الكلام في أول الحلقة عن المجهودات اللي بتحصل واللي كلنا حاسين بيها. أكيد اللي قايم بيها النهاردة هنتكلم الأسبوع ده مثلا على أن الرئيس السيسي افتتح مجموعة من المشروعات القومية بمحافظتين بورسعيد وسيناء. جدير بالذكر أن المشروع كان المفروض أنه هو بيتخطط له من 15 سنة، والرئيس قال كده النهاردة، ولكن ابتدى المشروع الشغل عليه من 4 سنين بس. ليه بنقول الكلام ده النهاردة؟ علشان حلقتنا النهاردة مرتبطة بالمجهود وبالشغل والمشاريع والعمل، ولكن في وسط ما كل الدنيا مش مساعداك اقتصاديا او سياسيا او ولكن كلنا بيبقى عندنا اصرار من اكبر حد لاصغر حد. ده مهم جدا ان يبقى عندنا ايمان وأوريدي شايفينه وملموس، شيء ملموس في الدولة في المجتمع. وكمان الاسبوع اللي فات كان في مؤتمر الاستثمار الافريقي، وكان ليا الشرف ان انا حضرت المؤتمر ده، وفعلا حسيت ان العمل والمجهود شيء عظيم جدا، وان مصر بدات تتغير وبدات تشتغل على نفسها اكتر من خلال مؤسسات حكوميه او كمان مجتمع مدني. كل ده بيخلينا على غرار حلقتنا النهارده، وهو ازاي انا اكون حاسس ان اللي في ايدي الماتيريالز اللي في ايدي مش كتير، ولكن انا عندي طموحات اكبر، عندي احلام كتير، عندي اهداف كتير. درست حاجه ما حبيتهاش، او المجموع يدخلني في حته تانية خالص، او اي حاجه يعني اجبرت اني ادخل حته معينه مش حباها، جمع دراسه. عموما بيحصل حاجات كتير جدا، كلنا عارفين ان مش دايما اللي احنا بنتحط فيه هو اكتر حاجه احنا عايزينها، ولكن ازاي انا ادرب نفسي اني اكون قد الموقف، قد الظروف اللي انا اتحطيت فيها، اتعامل معاها غصب ولا اروح لاهل الخبره، اشوف تجارب الاخرين كانت عامله ازاي، ازاي الناس نجحت في ظروف ممكن تكون صعبه شويه. كل ده هنعرفه، بس نطلع فاصل سريع ونرجع تاني علشان نرحب بضيفنا النهارده. استنونا. ان انا مسستم حياتي وعارف بالظبط انا عايز اعمل ايه. انا ما ضحكتش عليك، يمكن في الاول كنت كده، بس لو كملنا مع بعض مش هقدر ابقى مخلص، مع ذلك انا عمري ما خنت ولا حتى فكر. عمرها ما حست انها سعيده معايا غير لما سلمى بقت في حياتي. انا حاسس ان انا شكلي نيل قوي بالورد ده، ما تشيله انت. انا مالي يا عم، وانا اللي زعلتها؟ احنا واحد عادي اخوات، فاش حاجه. بس هو الرجاله لو كانت بتقطع زمان مشروع الجواز ده انتهى من الاف السنين. انا عايزك تعرفي حاجه واحده بس،
انا عمري ما كذبت عليكي، صدقيني كل حاجه حسيتها معاكي كانت بجد. استنوني في برنامج كلام رجاله مع هند عبد الراضي كل يوم سبت الساعه 3:30 على راديو عين شمس. عيش اللحظه. انتوا لسه بتسمعوا برنامج ابديت مع هدير شعيب على راديو عين شمس. عيش اللحظة. ورجعنا تاني بعد الفاصل. اهلا بيكم، معاكم هدير شعيب وبرنامج ابديت كل يوم تلات من خمسة لستة. حب افكركم بارقام تليفوناتنا 010-138-8009. كنا بنتكلم قبل الفاصل على تحديد مستقبلنا او ان انا اختار كارير معين اشتغل فيه، وبيبقى فيه كذا حاجة بنسأل فيها قبل ما بنحدد أو بنختار، أو حتى ساعات بنجبر على الاختيار ده. هل الشغل ده هيكسبني مثلا ماديا؟ طب هلاقي نفسي فيه؟ طب هعرف هنجح فيه؟ طب في عوامل هتساعدني ولا لا؟ حاجات كتير الطلبة أو الشباب أو في بداية المستقبل، تخطيط مستقبلهم بيسألوها، بس ساعات بنبقى مش عارفين نبتدي منين، أو بنبقى مش فاهمين إن إحنا جوانا حاجات كتير ممكن نطبقها صح وتغير مجرى حياتنا تماما. أولا أحب أرحب بضيفي النهاردة دكتور إسلام عنان، المدير التنفيذي للشرق الأوسط وأفريقيا لشركة أكسايت للأبحاث الصيدلانية، ومحاضر اقتصاديات الدواء والسياسة الدوائية بجامعة المستقبل ومصر الدولية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا، إزاي؟ الحمد لله تمام. بداية الحلقة، أنا فعلا شفت ناس كتير قوي بغض النظر عن إن هم شطار بقى في الدراسة أو حظهم بيخدمهم أو ولكن أنا حابة أسأل حضرتك النهاردة على التجربة الشخصية الأول اللي مريت بيها. وهي هيبقى فيها جزء برضو حظ، يعني دايما بيبقى أي قصة فيها شوية حظ، بس زي ما كنا بنتكلم كده دايما الحظ بيخدم المجتهدين أو اللي بيصابر إنه عايز يوصل لحاجة. اتخرجت في كلية الصيدلة من 18 سنة تقريبا، فكرت اشتغل في صيدليه، ما حسيتش ان انا حابب ان انا اقف في صيدليه، فجربت اشتغل في شركه للدواء، قدمت واتقابلت في شركه من احدى الشركات المالتي ناشونال. بعد كده بعد تقريبا 4 سنين وبعد ما سافرت بره مصر، حسيت برضو ان السل يعني مش هو ده اللي انا عايز اوصله. الموضوع ما كانش موضوع فلوس قد ما ان عارفة لما حد يبقى فاقد الشغف في الشغل، امتى الواحد بيحس ان الشغلانة دي مش بتاعته، ما بيصحى الصبح مش عايز يروح الشغل. بس هو مبدئيا يعني انت اللي اخترت صيدلة ولا؟ انا اخترت صيدلة. تمام، اوكي، انت كنت محدد الهدف. محددها. تمام. بعد كده ابتديت اقول طيب خلاص انا ايه المجالات التانية قدامي. احنا دايما للأسف كصيدلة حصرين نفسنا، يا هقف في صيدلية هشتغل في شركة دواء. في مجالات كتير بس احنا محدش علمنا. يعني دلوقتي حظ الصيدله مثلا احسن ان حد بيقول لهم انت عندك بتاع 30 مجال تقدر تشتغل فيه. على ايامنا ما كانش فيه قوي فيه اويرنس، هو الشغلانتين بس. فقررت ان انا ديفوت كده، احدد يومين في الاسبوع الويك اند اجرب فيهم شغلتين. فكل ويك اند اجرب كده تدريب، انزل ادرب واشتغل ترينر ببلاش، اشتغل في ابحاث مع شركات ابحاث ببلاش برضه، كنت اروح اقول لهم يعني شغلوني معاكم واجرب، لغايه ما جت في لحظه فارقه كده سبت الشغل واشتغلت في شركة أبحاث برا مصر. ومن هنا ابتدت الحكاية بقى، يعني سنة بعد سنة وبلد بعد بلد. رجعت من تقريبا 5 سنين أسست شركة أكسايت، وحاليا احنا موجودين في 15 بلد من باكستان لغاية المغرب، وراوند 50 ريسيرشر بيشتغلوا فيها، ما بين يعني ريسيرشز بتقدم للدول وما بين ريسيرش بيتقدم كوميرشل كمان. تمام. لو حد دلوقتي بيسمعنا، ساعات بنقول ازاي احدد هدفي صح، ولكن في ناس اكتر بتبقى اصلا مش عارفة تحط ايدها على الاهداف اللي المفروض هي تنظمها في ورقة كده قدامها 1 2 3. ازاي انا لما اقرر اعمل اصلا فيجن للاهداف دي، او ان انا اكتبها في ورقة، ابتدي منين؟ طب هو دايما الكتب بيقولك بص على الفيجن، بس هي صعبة. يعني انا ايفن لما الطلبة بخش اول يوم دايما اسألهم انت ايه اللي دخلك صيدلة، غالبا مفيش اي حد بيجاوب. احنا غالبا بنخش باسباب غريبة، يعني بتسمعي اجابات زي مثلاً. ايه مثلا؟
اغرب اجابه ان انا ماي بيست فريند دخلت صيدله فدخلت معاها, في مستقبلها كله تحدد لان هي صاحبتها في نفس ممكن الكلية. ممكن كمان سنتين ما يبقوش مع بعض اساسا. اكيد غالبا ده اللي بيحصل. بس هي الفكره الاسهل من فكره الفيجن حاجه بيسموها سيلف اسسمنت, ازاي اعرف اقيم ذاتي. دي اصعب حاجه عند اي حد جدا, بنسمعها جدا عند الموظفين مثلا يقول لك انا ليه ما بترقاش, انا اقدم وهم بياخدوا بالمحسوبيه بياخدوا الواسطه وبالعكس انا استحق. دي اوقات كتير, اوقات طبعا في واسطه وكل حاجه, بس اوقات كتير بيبقى فيه هو مش عارف يعمل سيلف اسسمنت, مش عارف يقيم ذاته كويس. متهيالي النقطه دي اول نقطه اي حد محتاج يعملها, انا امكانياتي عامله ازاي, يبدا منين علشان يقدر يحدد اصلا. السيلف اسسمنت محتاج ان هو يعرف قدراته نفسها عامله ازاي في كذا حاجه. تمام. بيحددوها ان هي اول حاجه بيسموها نوليدج, يعني الحجم المعرفي للشخص عامل ازاي. فهو مثلا بيعرف لغات, بيعرف كمبيوتر, بيعرف يكتب ايميلات, دي اللي هي البيسكس. عنده سكيلز وعنده كومبتنسز, دي الاول. بس انا مستواي عامل ازاي في كل حاجه بعد يعني كده. لازم معنى كلام حضرتك ان لازم الشخص يعني يمهد نفسه قبل ما حتى يحاول انا عايز اعمل ايه. أيوة انت عملت بالزبط. ايه في اول خطوه انك مهدت نفسك عليت من قدراتك ازاي. الطريقتين صح, بس الطريقه الاولانيه اللي هو احدد الاول الفيجن واحلم بعد كده ابتدي احط انا عايز اروح الحلم ازاي, صعبه شويه. احنا بنحاول نحط حاجه رياليستيك شويه للناس, حاجه واقعيه شويه. اتليست اعرف انت فين, انا مستواي عامل ازاي في كل حاجه. بعد كده دي نقطه بيسموها النقطه الف اللي هي انا واقف فيها وعندي كل الامكانيات دي. النقطه ب دي اللي انا عايز اوصل لها. احلم بقى ساعتها, خلاص انت حددت إيه لنفسك ايه اللي مطلوب منك من الف لب علشان بالظبط كده. فهي من الف لب هتاخد كام سنه ومحتاج اعمل ايه. يعني مثلا انا محتاج عشان اعرف اشتغل في المكان ده اعمل ماجستير طبعا. هياخد سنتين, خلاص دي معروفه. النقطه ب بقت عباره عن مسافه سنتين هعرف اعمل فيها ماجستير عشان اعرف اعمل حاجه اكاديمي, او حاجه تانية محتاج اتعلم الماني عشان هسافر, محتاج اتعلم فرنساوي and so on. حسب الاهداف اللي هو حاططها. بتهيالي يعني ان كل ما بنرسم او بنحلم اكتر الرؤيه بتبقى واضحه اكتر, بتبقى باينه انت محتاج ايه عشان توصل. الناس المحظوظه والشاطره اللي بقى عنده فيجن واضحه وصريحه من الاول, يعني هو عارف انا عايز اوصل لايه, يبقى دي اهم نقطه. وعارف انا من الاول كده بحلم بيها ونفسي اوصل لها. ومعظم الناس بتستراجل فيها, عشان كده دايما اللي ما بيعرفش يوصل لها قوي يعرف يحددها. اقول له طب اتليست الاول اكتب انت كويس في ايه, يمكن ده يفتح لك فيجن ما كنتش شايفه. تمام. احنا عندنا افتقار شويه للرؤيه, يعني احنا ما بنعلمهاش للاطفال في المدارس. احنا المفروض نعلمهم. الانترفيوهات دايما فيها سؤال الناس كلها ما بتحبوش, لو انت شايف نفسك فين بعد 5 سنين. بس اكشلي السؤال ده مهم قوي. انت لو مش عارف انت شايف نفسك فين بعد 5 سنين دي مصيبه. انت ما عندكش هدف رايح له, انت عايز توصل لايه, دخلت الكليه دي ليه, ولا اتجوزت ليه, ولا سافرت ليه. ناس كتير بتمشي في الحياه كده يعني على حسب ما يمشوها. يعني على غرار بقى النقطه دي بالذات, كتير من الشباب بنلاقيهم في سن الجامعه اصلا هو دخل جامعه وتلاقيه فجاه عايز يحول منها مثلا, هو مش حاسس نفسه فيها. النقطه دي ممكن يا اما تطلعه فوق جدا وتغير مسار حياته جدا, يا اما تضيعه تماما. ازاي اقدر احدد اكمل في الجامعه اللي انا فيها دي, او حتى الجامعه ممكن تكون سبب في مصير. طبعا امتى بقى يقدر ياخد الخطوه دي, اكمل فيها ارجع وادرس حاجه تانية, ايه الخطوه الصح اللي ممكن يعملها لو هو اوقات هو في صفاتين كده. يعني اوقات العند كويس, العند كويس ان واحد يوصل, بس اوقات العند في الفشل. يعني واحد دخل كليه بالظبط وسيء في جدا فيها, هو بيعند مع نفسه في الفشل فبيطلع, وخصوصا في كليات العمليه شفناها كتير, فيطلع كاره نفسه وكاره الشغلانه, خصوصا لو كان حد من اهله غصبه ويخش طب زيه. ده حقيقي. فتلاقيه حياته كلها اترسمت ان هي فيها شويه عندنا عين. امثله كتير جدا, كان طب او حول بقى حاجه تانية خالص اللي هو عكس تماما الكليه دي, هو نفسيا متاثر عليه. اعتقد بالعكس يعني. اللي عايز ينقل, يعني انا كل الاشخاص اللي اعرفهم في حياتي نقلوا من كليه لكليه نجحوا. اللي عشان عنده الجرأة عنده الجرأة ان يسيب كل, في مصر بالذات كمان, ان حد يعرف يعادي اهله فيسيب كليته, دي حاجه كبيره جدا. ويروح كليه تانية غالبا ساعات بنكسل اصلا نروح الاوضه التانية. تخيل هو اخذ قرار انه خلاص يسحب ورقه وهيروح جامعه تانية وهيواجه بقى اللي هو لسه هواجه اهلي وواجه نفسي وواجه مجتمع تاني. دي تخلق عنده الصفه التانية كنت بقول لك عليها, العند الايجابي بقى. يعني بقى عنده عند ان انا خدت قرار فهمشي فيه وهثبت لكم ان انا كنت صح, فغالبا بينجح.
ما بين العند الإيجابي والعند السلبي أحلام كتير في النص ممكن تنجح وممكن للأسف تفشل. هنكمل باقي الكلام بس بعد الفاصل، نطلع فاصل سريع ونرجع تاني، استنونا. انتوا لسه بتسمعوا برنامج أبديت مع هدير شعيب على راديو عين شمس، عيش اللحظة. ورجعنا بعد الفاصل، أهلا بيكم في كل مكان منين ما بتسمعونا. أفكركم برقم التليفون 010-138-8009. كنا بنتكلم قبل الفاصل على العند السلبي والعند الإيجابي، وإن في ناس كتير بتقرر إن هي بتنقل من جامعة لجامعة وبتبقى في أول البدايات يعني في دراستها يا دكتور، إن هي بتبقى مش عارفة هي عايزة تدرس إيه أصلا. خلينا ننتقل لنقطة تانية وهي نقطة الموظف. دايما بنشوف اللي هو ايه، قالش على الفيسبوك عادي جدا على الموظفين ايمج معين كده، ظلم يعني، هم مظلومين في الحتة دي بس محطوطين في قالب معين كده يخليك تكره ان انت تقول انا موظف في الشركة الفلانية، معناه ممكن يبقى السالري بتاعك كبير يعني كويس، بس ليه دايما صورة الموظف يعني مهزوزة؟ عشر سنين تمام. كمية البرامج والتنمية البشرية اللي بتتكلم على unleash the beast inside you، انت be your own boss، افتح شغلك ما تبقاش موظف، الموظفين عبيد الارض، الحاجات دي خلت دايما فيزي يعني زي ما بيقولوا كده ايه، استجمة سيئة للموظفين بالظبط. فهو السؤال دايما اللي بطرحه يعني، هل انتوا شايفين ان رئيس مجلس ادارة او سي او جوجل مثلا او فيسبوك او اي بي ام دول موظفين عبيد؟ هل دول موظفين فاشلين؟ هل مانجينج دايركتور لشركات الدواء هل ده موظف سيء؟ الفكرة كلها فين، انا محتاج اعمل ايه، انا عايز اعمل ايه؟ مش عيب ان واحد يشتغل موظف، خلاص ده الكارير باث اللي انا محتاجه وحاسس فيه ان هو هيديني اللي انا عايزه، مش لازم ان انا اروح اشتغل في شغلي عشان ابقى ثبت نفسي. دي دايما المشكلة، ان هو الناس كلها بتجري ورا ان انا امتى هسيب الشغل وافتح شركتي. تمام، مش لازم، ممكن تعيش طول عمرك موظف وناجح جدا. هي المشكلة كلها كمان في التغذية في الموضوع ده، ان انت عمرك ما هتعرف تعمل فلوس الا ما تفتح شركتك، عمرك ما هتعرف تحقق اللي انت عايزه الا ما تفتح الشركة بتاعتك. لا، والخبرة يعني، احنا محتاجين، اذا كان انا سعيد يعني طبيعي ان انت تبقى محتاج خبرة علشان تروح وظيفة معينة في شركة معينة، ما بالك لو انت عايز تأسس كيان كامل، فانت محتاج اصلا تشتغل زي مثلا لما حد كانت دايما مثال كده، عايز تشتغل مثلا نقول مثال في، عايز تفتح معرض عربيات مش عارف ايه، اتعلم الاول تصلح الحاجه اللي انت هتشتغل فيها، بعد كده تصنعها، بعد كده اشتغل فيها، هي بتبقى كل حاجه مراحل. مش عايز اقربها، بس المشكله ان هم ابتدوا يتكلموا كمان مع طلبه الجامعه، يعني هو بيقول لطلبه الجامعه بص، مايكل ديل ساب الجامعه وهو عنده 19 سنه واسس ديل، ستيف جوبز نفس الكلام، مارك زوكربيرج نفس الكلام، فقالوا يا جماعه سيبوا بقى الجامعه وافتحوا شركاتكم وهتبقوا مليارديرات. هو المشكله ان احنا بناخد الكلام بندخله بطريقه غلط خصوصا لو صغيرين. يعني ما حدش بيقول لهم ان تقريبا 75% من الستارت ابس بتفشل، وبتفشل بسبب حاجه مشهوره جدا هي الماني سايكل. الناس محتاجه تفهم ماني سايكل دي، اصعب حاجه واكتر حاجه بتفشل اي بزنس، الفلوس، دوره راس المال بتلف ازاي، فدي مش هيتعلمها. هي المشكلة، هي مشكلة ان يعني انا بقولك ممكن موظف يكون بيقبض كتير جدا بس هو مش راضي، هو انا عايز يعني اتخرج ابقى صاحب شركة على طول. طب يعني نعلمهم ازاي انه طبيعي انك تبقى موظف بعد كده لو ربنا كرم وخبرتك كترت وعرفت تنجح في انك اصلا تبني حلمك صح؟ يعني الموظف مش شتيمة، هي اصبحت موظف مش شتيمة. ولو هو عنده ما يتطلبه الشغل غالبا هيبقى عنده ما يتطلبه الشغل الخاص. يعني قصدي عمرنا ما سمعنا عن موظف كسول صحي تاني يوم الصبح فتح شركته بقى نشيط. تمام، الموظف النشيط هيفتح شركته يبقى نشيط، فدي في زي ما يقولوا في تمرين، يعني زي ما واحد بيروح الجيم عشان يتمرن، انا عشان افتح شركتي محتاج اتمرن، يبقى عندي خبره كويسه، يبقى عندي عندك استعداد ان ممكن تفشل عادي جدا، أخسر كل تفلس عادي جدا، انا فلست مرتين مثلا عادي جدا، بتقوم تاني ونبتدي نحاول من اول وجديد. تمام. فالخبرات دي بتيجي بعد وقت، احسن مكان يتمرنوا فيه شركه. تمام. طيب امتى
أقرر إن أنا أخد تجربة إن أنا يبقى عندي شركة وموظفين تحت المفروض وإن أنا أكون الأونر. الأحلام دي بقى إمتى أصلاً؟ أي شاب مثلاً شغال بقاله 3 سنين 4 سنين، أنا بقولك إنه ممكن يكون تاني يوم شغل هو بيحلم إنه يبقى عنده شركة. فتخيل هو عايز قد إيه أصلاً، مثلا يعني في خلال قد ايه اقدر اقول انا ممكن افتح شركه ويبقى عندي شغل خاص. طيب احنا طبعا يعني كل حاجه ليها استثناءات، فممكن نلاقي حد عنده 16 سنه فتح شركه ونجح، فبص عشان لا دي ماليش دعوه بيها مش هقول لك حاجه عليها استثناءات. بس في العموم ان جنرال معظم الناس بيبقى خد عدد سنين خبره كافي، ودي بالظبط زي الكتب، يعني في واحد بيقرا كتاب كامل في يوم، في واحد بيقراه في شهر، فالخبرة بتاعت سنة غير سنتين عند شخص ثاني غير ثلاثة، فهي الفكرة خد الخبرة دي في كام سنة. بس تقريبا أكتر سن الناس بتفتح فيه شركاتهم في سن 30 بلس، يعني 30-33 بيكون خد خبرة كافية إن هو زي يعرف يدير الماني سايكل، ودي أصعب حاجة يعني. بس ستيل لسه شباب عنده انرجي، ما بقاش دخل في السن اللي هو ابتدى يهدى شويه. مع ذلك برضو في استثناءات، في ناس فتحت الستارت اب عنده 60 سنة ونجحوا. ده حقيقة، هي بتبقى برضو يعني رزق في الآخر ومكتوب، يعني انت مكتوب ان انت هتبتدي امتى بس هتنجح امتى. سواء في حاجة تانية كمان بنقول عليها شماعة الظروف. في مثلا اشخاص بتبقى دايما يعني ممكن تمشي خطوة ما تنجحش فيها، تقول لا انا حظي وحش، لا انا مش عارف اعمل حاجه، الظروف مش مساعداني، الوسائط اللي حواليا هي اللي معطلاني، بيفضل يحط قدامه مليون سبب علشان هو مش عارف يوصل. فاكره كل الناس بنتكلم على العند الايجابي. بالظبط، الناس اللي عندهم عند ايجابي دول عندهم حاجه تانية بيسموها ديتيرمنت، يعني مصمم، هو مصمم ينجح. انا جت واسطه وترقى حد مكاني، مش اشكال، انا مصمم هشوف مكان تاني هكمل. عموما الياس هو اول مفتاح الفشل، يعني اول حاجه تفشل اي حد هو فكره ان هو خلاص انا كده كده واضح ان انا غبي، واضح ان انا مش هنفع في الشغلانه دي، هو ده اخري، انا معيش واسطه، فانا عمري ما كان معايا واسطه وهنجح. الشماعات الكتير دي هي اللي بتخلي الشخص يستريح نفسيا للفشل. الانسان ما بيحبش الفشل، امتى يستسلم له؟ لما يلاقي ان هو جاي من براه. بس اكشلي اي فشل هو جاي من جوه الشخص. لو احنا عرفنا الموضوع ده هيبقى مش عارف ينام بالليل، هيبقى عارف ان هو هيصحى تاني الصبح محتاج ان انا اقرر اعمل حاجه جديده، محتاج اغير. زي ما قلت لك ممكن الشخص عارف الناس كلها بتفلس، اعتقد اللي بيقومهم تاني ايه، ان هو مصمم ان هو مش هيفشل، انا مش هفشل. انا معاك جدا، بس يعني انا شايفه وجهه نظري، ما اعرفش هي صح ولا غلط، بس اللي هو انا المفروض الراجل ده هو ما اتولدش راجل كبير، بس اعتقد ان الشماعات او ان هو يبقى مصمم او ان هو يبقى عنده ايمان بنفسه قبل ايمان باللي حواليه اصلا، دي بتبقى محتاجه ان احنا نزرعها من وهو طفل، نعلمه ازاي ان هو يبقى عنده اهداف، لانه يعني انت بكره تبقى راجل، فازاي يعني ايه هدف اصلا، يعني ايه حلم. فتفتكر دي هتبقى معاكي تماما؟ يعني احنا ينقصنا مهنه المفروض تكون موجوده في كل المدارس، اللي هو الكارير كاونسلر، حد يبتدي يوجه الطلاب هو شاطر في ايه. احنا ما شفناش، انا في سنين دراستي ما شفناش حاجه زي كده، معظمنا ما شافش حاجه زي كده. احنا بنعتمد على الافلام او شخصيه بنحبها مشهوره جدا، انا عايزه ابقى ضابط، انا عايزه ابقى دكتور، هي ستيريوتايبنج كده، ضابط او دكتور او بتيجي صدفه يعني حسب اللي احنا شفناه، او في ثانويه عامه التنسيق وداني فين وخلاص يعني. لكن هي فعليا لو كان من هو صغير يعني ممكن نقدمها في صوره ايه، يعني فعلا لو احنا في ايدينا دلوقتي ان احنا نبتديها من البذره الصغيره اللي هم الاطفال مثلا، ولادنا يعني. هو لو حد بص على النظام الفنلندي في التعليم مثلا، تمام، ده انجح نظام في العالم على فكره. الفكره كلها ان هو حاطط الطفل في مقدمه السيستم مش العكس، يعني هو ما فيش education system جواه ستودنتس، هو في طالب وراه الناس كلها بتحاول تشوف الراجل ده شاطر في ايه، الولد ده شاطر في ايه وانا هعمله له. فبتدي كلها عباره عن الفكره سيلف اسسمنت اللي ابتدينا بيه، سيلف اسسمنت بيبتدي يشوفه هو شاطر في ايه، قدراته عامله ازاي، لو هو ارتستك وعنده مواهب نميها، لو هو شاطر في ماثماتكس نميها. فكره ان انا احط الطفل في مقدمه التعليم احسن بكتير مع عكسها، انا هديله عربي وانجليزي وحساب وعلوم ولازم ذاكر كله. النظام الفنلندي يقول لك خلاص ما هو مش هيفلح خالص في الاداب، الحاجات الادبيه ركز معاه اكتر في الماثماتكس، ركز معاه اكتر في الساينس. طب هو انا اعتقد ان دي مش حاجه صعبه قوي ان احنا ممكن نتبنى الفكره اساسا،
الاجيال الجايه حتى اتليست عندنا احنا كاهالي يعني مش لازم حتى لو نظام التعليم مش هيتغير بيوم وليله احنا ممكن نعمل كده مع اولادنا. يعني هو لو مش شاطر في ماده معينه مش مفروض ان انا اقعد اضربه. مشكله ان الاهالي هي دي مشكله ان الاهالي بتبقى عندها اصلا يعني ممكن هي الولد يبقى شاطر جدا وعارف وبيحلم وبيحدد اهدافه وبيعمل كل حاجه ممكن يبقى صغير. انا بشوف على فكره نماذج كتير جدا كده وهو اللي هو انا ممكن اجيب الفول مارك مثلا بس انا غششها اساسا او ان انا حافظ مش فاهم. لو جيت غيرت لي الاسئله بطريقه معينه تانية بصيغة تانية ممكن ما اعرفش احلها. هي المدارس بقت غاية مش وسيلة. يعني الناس مش بتتعلم وسيلة عشان يبقى شخص احسن. هي غاية. انا محتاج ان انا اخد الشهادة دي فهاخدها باي طريقة كانت يعني. طيب في حاجة تانية برضو احنا شايفين ان هي مهملة جدا. التعليم الفني. انا عمري ما شفت حد بيقول انا نفسي اكون ميكانيكي. حقيقي والله. ده حقيقي. ساعات وحصلت قدامي في أكتر من مثال والله. مهندس ميكانيكي طيار. صحابة قالوا يا ابني أنت ميكانيكي والله يعني هي تنمر بغض النظر. لا هي مش تنمر. هي ممكن نكون بناخدها هزار. فاحنا دايما ممكن نقلل من المهنة زي ما قللنا من إيمج الوظيفة. كمان التعليم الفني اللي هو بيطلع نجار مثلا بيطلع حرف كتير هو اصلا مهمل برضو وكل الناس بتبعد عنه. هي انتهى المشكله زي ما انت قلتيها بالظبط كده. الوعي المجتمعي يعني المجتمع نفسه بيبص للنجار ده ازاي. يعني لو ابني جه مثلا قال انا عايز اطلع نجار انا هبص له اقول له ايه؟ هقول له طبعا شوف اللي انت عايزه واعمله ولا هقول له ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ احنا باصين بنظره دونيه شويه. ما هو اصلا انا هطلع نجار دي مش معنى كده ان هو هيفضل طول عمره ماسك شاكوش. هو ممكن يبقى مهندس اصلا حد فذ جدا من عند شركه يعني ممكن يكون بيعمل ديكورات هايله جدا. وده بيحصل على فكره. يعني احنا بنشوف مباني فخمه جدا فيها اساس فظيع جدا هو ده اللي عامله مين برده. احنا ازاي نغير وجهة النظر اصلا بتاعة المجتمع؟ يعني مش كل حاجة مثلا على المؤسسات مش كل حاجة احنا لينا دور ان احنا نغير نظرتنا في الشخص اللي قدامنا. دي تحصل ازاي؟ ازاي نهتم ونقول ان الحرفيين دي حاجة مهمة جدا؟ هي المشكلة زي ما انت قلتيها هي مش مشكلة سيستم. احنا مهما شجعنا الناس ان هي تشتغل حرفة برضو احنا بنعاير بعض بالسكن. بنعاير بعض ان واحد يعني لو واحده خريجه صيدله القاهره تقول لك ما اتجوزش واحد خريج صيدله طنطا. يعني احنا عندنا مشاكل في اكبر بكتير من كده. فاحنا عندنا نظره دونيه بطريقه رهيبه وكل مدى للاسف النظره دي بتتفاقم اكتر. يعني تخيلي لو هي لنفس خريجه صيدله دي تقدم لها نجار او سباك مع انه يبقى غني جدا على فكره. بالظبط. فاللي هو لا كسيب ازاي يعني ازاي ازاي هتجوز سباك ويبقى انا مرات السباك ده انا دكتوره وبتاع. المانيا دلوقتي مثلا واحد من كل اربع اشخاص في الإدوكيشن بيختار ان هو يشتغل حرفه مش عايز يكمل جامعه. عارف الحرفه اصلا دي يعني لو بصينا لها شويه هي معتمده على الذكاء الذهني مش كتاب واحد اتنين فن. وبتاع هي فن. ابتدوا يبصوا فيها ان هي فن شويه تمام هيبتدي النظره تتغير. متهيالي برضو حاجة مهمة الإعلام. إحنا دايما نظرتنا في الإعلام برضو ستيريوتايبينج. لو جبنا سباك هو راجل ما عرفش يلبس بس غني جدا وزي ما بيقولوا كده دايما يجيبوا حد شكله ولبسه مبهدل. لكن عادي في سباكين كويسين جدا. إحنا دايما حطينا دي ستيريوتايب خلاص سبتت في المجتمع. وزعلت لك الموضوع أكبر بكلام كتير. إحنا بنتنمر على بعض ده حقيقي. من واحد ساكن في حي والتاني ساكن في الحي اللي جنبه يعني هي في الآخر أعتقد أن الإنسان بيبقى بيوصل لمرحلة كده اللي هو يسد ودانه ويقفل عينه ويكمل طريقه ما يسمعش اللي حواليه بيقولوا إيه ولا رأيهم في اللي هو بيعمله علشان أنا حابب اللي أنا بعمله فمحدش له دعوة. المهم أن أنا في الآخر أكون شخص ناجح بعمل حاجة صح عايش حياتي معتمد على نفسي صح ولا إيه رأيك؟ يعني متفق معك. بس في صفة كده دايما بحسها في الناس الناجحة يعني إن هو بيسموه جلده تخين. مش حاجه وحشه جلده تخين دي بيسموها سكس كين بالانجليزي. سكس كين معناها ان هو مش حاجه بتاثر فيه. الكلام النيجاتيف اللي حواليه ما بيأثرش فيه. لما بيحصل له خبر مش كويس ما بيأثرش فيه بياخدها بوزيتيف بيستغل الظروف السيئه ويحولها لصالحه. الناس تقعد تريق عليه طيب انا هاخد ده واعند مع نفسي وهثبت لهم ان انا احسن منهم. فالحاجات كلها ما بتعديش جلده خلاص تيجي عند جلده تقع سوبرمان يعني.
فالصفة دي اللي يعرف يوصل لها دي صراحة نعمة، لأن خلاص ما بقاش عنده ستريس، بينام بالليل مستريح ما بيفكرش أي حاجة. خلاص اللي حصل ده في جزء منها كبير إيمان بالقضاء بتاع ربنا، أن ربنا عمل حاجة أنا ما فيش بإيدي حاجة أن أنا أغيرها، وجزء تاني تمرين أن أنا محتاج أتمرن كل ما أسمع خبر ما عادش أشيل هم، ونبعد عن الناس النيجاتيف. يعني دي دي أكتر حاجة مهمة بقى، لأن إحنا الفيسبوك مثلا تلاقي 3 ارباع ناس حط صور بروفايل سودا وكتب كلام نيجاتيف، انفولو على طول. اي حد عامل الكلام ده انفولو، خلي حياتك كلها محاطه بناس بوزيتيف، هيرفلكت عليك. كل ما بتسمع كلام نيجاتيف من حد انت بتاخد منه جزء نيجاتيف، ده هيخليك تعرف توصل اللي انت عايزه في الاخر. يعني بمعنى اصح ان احنا ما نعتمدش على الاخرين ان هم اصلا يقولوا رايهم فينا. يعني احنا مهم ناخد راي الناس، اقول لك كمان فيدباك، يعني فيدباك ان ساعات كمان انا كويس ولا وحش، بس لو حد اثق في رايه مش بس جاي يهدني، يعني جاي يقول لي على فكره انت وحش انت اكتر حد انت وحش. الناس بتختلف عليه لما بينجح، اللي بيبقوا بيقلدوه هم اللي اختلفوا عليه واللي كانوا بيقولوا ان انت غلط، صح؟ جزء يعني كبير. هو عموما لو حد كان سمع في اول طريق، لو حد بيفتح شركه او اشتغل في مكان، لو كان سمع للناس اللي كلموه في الاول كان غالبا مش هيفتح. معظم الناس اللي ابتدوا شركاتهم الناس قالوا لا بلاش تاخد الخطوه دي بما فيه منع. فهو دايما هتلاقي يعني في ناس. حضرتك اتقال لك الكلمه دي كتير جدا كتير جدا. يعني انا كنت بزنس دايركتور. بصراحه اثرت فيك او خوفتك شويه؟ شويه. يعني اقول لك على حاجه، انا كنت بزنس دايركتور، ده التايتل الاخير، انجلترا وفرنسا والمانيا، بيزد في انجلترا. تمام. وهو القرار يا اما اكمل في انجلترا يا اما ارجع مصر معيش ولا نكلة افتح شركة. الفكرة كلها ان دي فكرة جديدة انا اي بليف انت، معرفتش اعملها في الشركة اللي انا فيها وعايز اعملها في شركة جديدة. كمية طبعا الناس اللي انت يعني هتسيب تايتل في انجلترا وتنزل تقعد في مصر، والله اعلم الشركة بقى فيها 2 أو 3 استحالة تنجح. طبعا كمية ناس مش طبيعية اتهموني بالسفاهة وبالهبل، في حد يعمل كده اصلا؟ حلم زيادة عن اللزوم. يعني ومثالية شوية فهي الأوقات بيبقى هو الواحد حاطط قصاده فكرة وهوصل لها. الفلوس والفولو، يعني برضو أنا مش عايز الناس كلها تبقى حاطة قدامها الفلوس، غالبا الفكرة أقوى من الفلوس، ولو حد عنده فكرة قوية الفلوس والفولو هتيجي، لكن طبعا. لو حاطط الفلوس هي الفاينل أوبجكتيف ممكن تيجي، بس غالبا هيبقى يفضل طول عمره بيجري. الحاجة اللي بنجري دايما وراها كل ما بنجري كل ما هي اللي بتبعد. بالظبط. طيب نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي حلقتنا، انتظرونا. يا عاشق يا حر زي الضيف، انا بحبك وغيرك انت نوبادي، تحكمني ليه وتحب بعدي صمدي صمرة وبعين كحيلة وجديلة ديل الكحيلة، يعني ورماني زماني ومالي في هواك يا حيل، يا دنيا لي ما عند معانا عمرك ما جيت على هوانا، ولما جيت تصلحينا عملت قلب وسمعانا، والليلة دوب ولازم نرضى بالمكتوب، الليلة دي الليلة دوب ولا فيش قلوب تجرح قلوب، الليلة دي حبيتها ولا ما حبيتهاش، هي الدنيا ولازم تتعاش، لوحدها ما تزقش تربط مهما تصور ما يتش، كمت قلبك كل ما تفش تنفر على العالم بلا كلاسيك مع آية مجدي، كل يوم سبت الساعة 4:30 على راديو عين شمس. عيش اللحظة. انتوا لسه بتسمعوا برنامج ابديت مع هدير شعيب على راديو عين شمس. عيش اللحظة. رجعنا تاني بعد الفاصل، اهلا بيكم، معاكم هدير شعيب في برنامج ابديت على راديو عين شمس، كل يوم 3 من 5 ل 6. احب افكركم برقم التليفون 010-138-8009. حلقتنا النهارده كنا بنتكلم فيها على ان ازاي احدد اهدافي، وازاي اصلا اعرف ارتب حلمي صح علشان احلمه صح واحققه واكون ناجحه فيه. طيب ربنا كرم ودخلنا الجامعه وخلصناها واشتغلنا تحت اسم موظف ايا كان، او عندي شركتي، سواء في حاجه قبل السؤال لفتت نظري ان انا لو موظف دلوقتي في شركه
والمفروض ان انا حد ناجح جدا وشاطر ايا كان بقى مؤهلاتي مساعداني ان انا اكبر وانجح وكل الكلام ده، بس ربنا رزقني بمدير صعب شوية، ممكن نقول يعني مش هظلم بقى الموظف نفسه، بس ممكن المدير يكون يعني وحش، مدير وحش. يعني مش مشكلة عادي نقولها مدير رخم عادي يعني. رخم يعني. نعمل ايه بس معنا تليفون نشوف بتتصل مين. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام، بس علي صوتك شوية. الو الو الصوت مش ظاهر خالص. ايوه الو. طيب الاتصال اتقطع. طب كلمينا تاني، احنا منتظرينك. لقينا نفسنا في شركة مع مدير مش مساعدنا مثلا ان احنا نزدهر في وظيفتنا دي، ايه الحل؟ انا كان عندي حتة مدير رخم يا هدير مرة كده، تمام، الراجل ده فتحة خير عليا. ده حقيقي والله، ساعات يعني كرهني في الشغلانة. ايه ده بجد؟ ان انا سيبها فابتدي ان انا اشتغل شغل انا بحبه. تمام. فاوقات بيبقى ربنا باعت لحد كده يعني علامه معينه. او الحاجه الثانيه بقى، انا لو مديري رخم، خلينا نتكلم بجد شويه، لو مديري رخم وخلاص، انا مش كل الناس عندهم الرفاهيه انه يغير شغله او غير مديره. ده حقيقي. وزي ما بيقولوا كده، الشخص ما بيسيبش شغل بيسيب مدير. المدير الرخم بيعلم حاجه كويسه جدا ما بتتعلمهاش مدير كويس، بيسموها learning by exclusion، ان هو اشوف الراجل ده وحش في ايه عشان انا مش هكرره لما يبقى مدير. ده حقيقي. المدير الشاطر غالبا كان عنده مدير وحش. مش هتلاقي مدير كويس طلع من تحت ايده مدير كويس وهو ما مرش بحاجات رخمه. المدير صحيح. الوحش والرخامه اللي بيحطها على الموظفين عن سوء بتقويهم برضو. اوقات بقى خلينا نقول مش مدير وحش، مدير ظالم بقى، هي دي اللي اقصدها. مدير ظالم دي حاجه تانية يعني. ممكن الشخص يحس بفرستريشن بقى، باحباط يعني. مهما بعمل انا بتظلم. تمام. الفكره كلها في راجل زي ده ان هي يعني زي ما بيقولوا يصبر ويحتسب يعني لغايه ما الامور تتظبط. بس في فعلا ناس، بس انا لازم ياخدها بطريقه بوزيتيف، لازم ثابت شغلها بالسبب ده. يعني انا قابلت المدير اللي كنت بقول لك عليه في الاول ده، وحضنته وقلت له انا بسببك بقيت دلوقتي اللي انا فيه ده. يعني لو كنت انت كويس معايا كان زمان لسه ممكن اكون شغال معاك. فاوقات بيبقى جاي كده تيرنينج بوينت. هي الفكره كلها ما نضايقش. جالي مدير رخم سبت الشغل، اضطريت اقدم استقالتي. غير كده انا عايز اقول بقى نصيحه مهمه جدا لاي حد. تمام. ما تجيش على نفسك عشان شغل، يعني ما تخليش حد يهينك ولو ربع اهانه عشان يعني شغل. يعني انت ممكن تنصح حد انه يسيب شركه وشغل يعني وظيفه كانت ممكن هي اللي تاكله العيش مثلا زي ما بيقولوا، كرامه فوق كل شيء بسبب يعني. طبعا يعني ممكن يشتكي عادي يعني. يشتكي، ما احنا مش بنقول ان تاني يوم يقدم سالته. هو مثلا يعني بس لو هو يعني استنفذ جميع المحاولات والطرق ومش قادر، لو في حاجه سنتي جه على كرامته لا امشي، ربنا هيكرمك في حاجه تانية. يعني دايما بنربط نفسنا اصلا لو مشيت مش هلاقي مكان تاني. حقيقي. مش بتاعتك الرزق. صح. ده مش بتاعك. كمان انا شفت حاجه كده على الفيسبوك، طبعا انا مش دارسه يعني ان المدير يبقى ذكي ازاي مثلا، بس بالسيرش مثلا لقيت ان في 4 أخطاء لا يكررها المدير الذكي. كان البوست كده بالظبط. اول حاجه انه هو ما يتوقعش النتائج بنفس الطريقه، يعني مش كل مره النتائج هتبقى صح قوي، ومش كل مره هو يتوقع النجاح. يعني من ضمن ان انت تبقى مدير، مش عارفه ده صح ولا لا، اللي هو انا مش لازم اتوقع ان الشغل ده هيثبت نجاح اللي انا بعمله، لا ممكن ان احنا نتوقع انه يفشل. تهت مني صح شويه. يعني مثلا عشان انا اكون مدير ذكي مش لازم اتوقع النجاح، انا ممكن اعمل حسابي على الفشل قبل النجاح. هو محتاج اعمل حسابي، هل انا عندي امهد نفسي لو في حاجه غلط هتحصل كده. تمام. ده اكيد. حاجه تانية برضو، يدرك المدير الذكي ان الاخطاء خبرات تعليميه. دي من ضمن البوينت اللي كانت في البوست مثلا. ودي انا باخد رايك على فكره، عشان انت دلوقتي مدير يعني، فانا بقول لك الحاجات دي ممكن تكون صح دي مثلا او لا. دي نقطه مهمه قوي، ان هو كل حاجه غلط بتحصل هي نقطه للتعليم. تمام. انا محتاج ان انا احط الشركات بتقوم على ايه. خلينا نقول نقطه مهمه جدا. الشركات بتقوم حاجه من اتنين، يا اما على بيسموها بروسس، يا اما على بيبل.
يعني في شركات بتقول انا كل اللي يهمني هو البروسيس المنظومه فانا ما يهمنيش الناس انا بشتغل الجاي موظف كويس مش كويس نص نص المنظومه قويه جدا لدرجه ان اي حد هيخش هيتفرم في التروس هيشتغل كويس. ده زي الحاجات اللي قريبه من الاورجنايزد كومبانيز بتاعه التصنيع والحاجات الحاجات اللي فيها تكنيكال اكتر الحاجات اللي هي ميكانيكلايزد اكتر اللي هو فيها ماشينز او ان هو بيقول هو انا بيبل فيرست انا بحط الناس الاول هي الفكره كلها في النقطه دي انا لما بيطلع عندي حاجه غلط محتاج اغير في البروسيس عشان ما تحصلش الشركه القويه الكويسه اللي بتعرف تحط بيبل فيرست بس على فيري سترونج سيستم تمام. يعني انا السيستم ما يقعش عارفين احنا اوحش مشكله عندنا ايه ان لما وكلنا هنريليت يعني اقول لك انا كان عندي مدير كويس جدا لما مشي الشغل وقع ده معناه ان مفيش بروسيس كان الكل معتمد على الشخص ده وذكائه ده معناها ان المكان ده او الشغل ده فاشل الشغل لازم يبقى عنده بروسيس قوي جدا لدرجه ان لو يمشي مدير وحش او يجي مدير كويس البروسيس ماشي تمام. مش معتمدين على ذكاء الشخص بس هو في الغالب يعني ان المدير لما يكون ذكي في التعامل والاداره بتهيالي كل اللي حواليه بيكونوا مبسوطين وناجحين الشغل بيطلع بشكل افضل اهم أكيد. من الكاريزما يعني هو كان جه فتره مثلا بيقولوا ان اهم حاجه يبقى مدير عنده كاريزما ويحمس الناس الدراسات مؤخرا يعني قالوا لا المدير متوسط الكاريزما وذكي احسن بكتير من عالي الكاريزما المدير اللي عنده كاريزما عاليه غالبا الناس كلها بتبقى ايموشنال الناس كلها بتسمع كلامه بطريقه ايموشنال وان ما نشوف في الاخر فلاقوا ان لا بالعكس ده مش ناجح قوي تمام من ضمن البوست بقى كان هو 4 نقط احنا كده اتناقشنا في نقطتين يعني النقطه الثالثه بقى تهميش الموظفين ومراقبتهم بشكل مزعج ده كويس ولا لا ما هو البوست ده والله فعلا قبل الحلقه بشويه لفت نظري يعني تهميش الموظفين ان احنا المدير الذكي وظيفته الحريه في اداره العمل وما يتدخلش في التفاصيل الصغيره للموظفين يعني دي من ضمن البوينت اللي انا كنت قريتها في البوست ده مع الكلام ده ازاي هو بيحددوا المديرين في مديرين يسموهم مايكرو مانجر يعني بيبص على الحاجات المايكرو الصغيره وعند كل حد عامل ايه وشغله التريفيا حتى عامل ازاي وده بيضيع وقته ومش شغله المدير الشاطر هو اللي يعرف يرسم الخطوط العريضه للناس ويسيبهم ينطلقوا فيه يحط يطلق لهم العنان شويه يعني under control أكيد يعني زي بالظبط كده ايه القضبان سكه الحديد هو مش شغلته يسوق القطر قد ما شغلته نحط قضبان سكه حديد توصلهم مكان الصح ويسيب القطر يمشي لو عمل كده ده احسن حاجه حاجه تانية برضو ان تجاهل الانتصارات الصغيره انه ما يبقاش عنده تجاهل في لو حد موظف مثلا عمل حاجه صغيره يكبر منها او يقدرها قوي دي برضو من ضمن النقط اللي يعني هو التقدير. انت بالظبط كده التقدير والريكوجنيشن والتقدير يعني ان انا اقدر الناس حتى لو كان شغله هو ما فيهوش نجاحات كبيره بس يعني. حاسس انه عمل حاجه قويه علشان يعرف يدي اكتر يعني ما نهدمش من العزيمه بتاعته منطقيه يعني. يعني ياخد ريكوجنيشن المنطقي ولا هو اعلى من اللزوم ولا اقل تخيل بقى ان احنا اصلا عمالين بنتناقش ان المدير الذكي يبقى عامل ازاي والموظف انه يبقى قادر اصلا يوصل ويمهد نفسه انه يبقى اونر في شركته مثلا طيب خلاص احنا خدنا القرار ودرسنا المدير الذكي ده عامل ازاي وان احنا حددنا اهدافنا وعملنا كل الكلام ده بتهيالي في خطوه مهمه جدا انا عملت خلاص الشركه اللي انا قررت ان انا ابقى صاحبها مثلا ايه الخطوات بقى يعني ازاي بختار التيم بتاعي علشان تبقى شركه ناجحه ما تلاقيش مثلا سنه وتقفل مثلا كلمنا في الكلام ده قبل الفاصل اللي هو انا مدير او صاحب شركه بس انا لازم يبقى عندي تيم انا ازاي اختار التيم ده اصلا هو قبل التيم ده بخبرتك يعني يعني ده برضو بيزد على خبرتي بسيطه يعني قبل لا جميلة التيم في حاجه مهمه جدا ان هو يبقى دارس كاش فلو وفاينانس بس قبل التيم قبل اي حاجه لان هو اللي بيوقع على الشركات في اول سنه زي ما انت قلت كده غالبا كاش فلو يعني مشاكل فلوس واوقات مشاكل فلوس دي مش معناها ان هو ما عرفش يبيع المنتج بتاعه اوقات بيبقى باع زياده عن اللزوم يعني من اكتر الامثله المشهوره شركه طيران داخلي في امريكا مثلا فلست اول ما فتحوا كل تذاكر اتباعت فما عرفوش يفند ما كانش في ابتكار مثلا ما كانش في الكاش فلو وقع الماني سايكل يعني وقعت. ما كانش في مثلا لا مش فاهماها اشرحها لي اكتر الأهم حاجة في أي شغل أنا الفلوس بتدخل لي إزاي وتخرج إزاي
تنظيم يعني. فانا مثلاً لو مثلا مأجر طيارات والطيارات دي بتاخد كريدت، هدفع لهم كريدت، والناس اشترت مني كله كريدت، فانا لسه هاخد الفلوس. تمام. وانا دلوقتي محتاج اطلع طيارات، فانا معيش فلوس، فانا بقى عندي ناس كتير طالبه البرودكت وما عنديش سبلاي للبرودكت. ده دايما بيسموه فشل، زي بالظبط اللي حد ما بيعرفش يبيع ان هو يعرف ما يعرفش يعمل فوركاست صح. فانجان دي اول حاجه. بعد كده اختيار التيم للستارت اب فيري كروشال، يعني موضوع مهم جدا، لان ده مش موظف عادي، سبب نجاح كبير موظف في شركة. يعني ناس كتير بتحب يبقى سكيورد، حاسس بالامان، شغال في شركه كبيره وهو موظف عنده تامينات وكل حاجه، لكن مش كل الناس تحب تشتغل في ستارت اب فيها 2 3. فاختيار الاثنين ثلاثة ده محتاج يبقى شخص اصلا عنده روح الـ زي ما بيقول مبادره، حابب يبقى اونر في المكان اللي هو فيه، وده صعب جدا. يعني متهيالي من اصعب الحاجات اللي مريت بيها هو اختيار التيم اللي يحس ان هو اونينج المكان. تمام. وان هم كلهم، يعني لو حد بيفتح ستارت اب محتاج ان هو كلهم يبقوا فعلا اونينج المكان، وما فيش اونر موظفين، هم كلهم موظفين، كلنا كوليجز، كلنا زملاء، وهنشتغل في نفس المكان باونرشيب. تخيلي هو نفسه يعني صاحب المؤسسة نفسها لو حس ان هو موظف من ضمن التيم، تخيلي دي هتبقى فرص نجاح المؤسسة دي اكبر. اشتغل بايده يعني. الستارت اب بقى ما فيهاش ان مدير اللي بيقعد في مكتب، لازم يشتغل بايده يعني. تمام. في نهاية الموضوع او المناقشة دي، انا عايزة خطوات او نصايح لحد لسه بيبتدي، بس هو طول الحلقة فضل يحلم معانا لحد ما وصل لحلمه. أنا متأكدة أن في حد لو سمع الحوار ده هيجي في باله حاجات كتير وتفتحت. نتمنى ذلك إن شاء الله. فبنهاية اللقاء أنا عايزة من حضرتك خطوات أو نصايح بسيطة، بس تبقى على المدى البعيد، لو اللي بيسمعنا طبقها هتوصله للمكان اللي المفروض يكون فيه. طيب، أنا متهيألي أهم نصيحة لأي حد بيبتدي إن هو ياخد الحياة ببساطة، الموضوع مش محتاج تعقيد. اشتغلت في مكان وعجبكش، أنت ممكن يبقى عندك free trial، عايز تغير المكان اللي أنت فيه، خد calculated risks. مش بقولك تاخد risk 100%، بس مفيش مشكلة أن أنت تغير رأيك. خليك مصمم بطريقة مش طبيعية أن أنت توصل لحاجة معينة في دماغك، هي أكتر حاجة هتبقى صعبة بالنسبة له، هو ان هو يشوف انا عايز اوصل لايه. ما تسمعش كلام الناس برضو، ما تسمعش كلام الناس النيجاتيف. لو حد بيقول لك فيدباك، بالعكس حاجه من الحاجات المهمه جدا لاي حد بيفتح ستارت اب، انه يكونسلت ناس قديمه، بس ناس مش متخبطه، ناس خبره. انتوا ايه اكتر مشاكلكم؟ يعني متهيألي حاجه من الحاجات اللي فادتني جدا في اول ما ابتديت الشغل، انا كنت بسال ناس قدام في اللي عندهم شركات، انصحني كده ايه اكتر حاجه وقعت فيها. الكلام اللي غالبا اللي بيقولوه ده كلام مش موجود في كتب. مشكله الستارت ابس والشغل ان الحاجات دي ما ينفعش تدرس، ما فيش حاجه تدرس، محتاج حد يقولها لك. تمام. خليك سيك سكن، جلده تخين زي ما قلنا كده، مفيش حاجه بتاثر فيك، ديتيرمند، وعندك البوزيتيف ستابرنس، عندك عند ايجابي ان انا هوصل بس مش عندي سلبي، ده اهم حاجه. وخد مبادرات دايما، يعني مبادرات دي مش لازم ناخد مبادره يبقى هسيب الشغل، خد مبادره جوه شغلك. لو انت موظف في مكان، دايما عارفين دايما الموظفين لما بيقولوا مين يا جماعه عايز يتطوع، في واحد بس بيرفع ايده او اتنين. ده حقيقي، هم دول اللي بياخد انيشيتيفز جوه شغله، غالبا بره شغله لما يفتح شركته هيبقى ياخد انيشيتيفز برضه. الناس شخصيتها ما بتتغيرش، بس في خوف كده بيحصل لما الانسان يقرر انه يغير المجال اللي كان ماشي فيه، او اللي كان درسه، او اللي كان بيشتغل فيه. الخوف ده يكسره ازاي، وازاي يعرف ان هو صح او لا قبل ما ياخد خطوه التغيير دي؟ هو ممكن يبقى احسن له انه يقعد في مكانه، وده مش عيب. لان احنا عندنا مشكله رهيبه في موضوع الكومفورت زون، يعني كميه ناس يقعد يقول لك اخرج بره الكومفورت زون، اخرج بره الكومفورت زون. مش حاجه وحشه بقى، حلوه انا شايفه يعني. كده فعلا. هي بس الفكره كل واحد الكومفورت زون بتاعته مختلف. يعني الكومفورت زون بتاعتي ان انا افتح شركتي، دي كومفورت زون، يعني ما ينفعش تقول دي مش كومفورت زون. انا ما خرجتش بره الكومفورت زون ان انا موظف. ممكن حد يبقى الكومفورت زون بتاعه ان هو موظف، فهي كويسه مريحه، هو شاطر فيها، مش عيب. احنا دايما بس بناخد الحاجات مسلم بيها كده، اخرج بره الكومفورت زون يبقى انا هسيب شغلي وافتح شركتي. بناخد الجمله زي ما هي، ممكن نحتاج اوقات ان احنا بنقطع الجمل فعلا، بنقطع النصيحه، بيبقى قبل يعني في كل مرحله بنغيرها، مش لازم الامر يبقى مسلم بيه طول الوقت. مهمه جدا ان هو بس يعرف اذا كان هو فعلا محتاج يعمل كده ولا لا، يعني هل فعلا محتاج افتح شركتي. ممكن يكون مبسوط في الشغل انا فيه وشاطر فيه، وفي يوم من الايام هيبقى جنرال مانجر او مانجنج دايركتور، مش عيب. الناس السي اوز في الشركات البرايفت انتربرينورز برضو،
وشاطرين جدا وعندهم كل الامكانيات واوقات بيكسبوا اكتر من الستارت ابس. ده حقيقي. فهي محتاجه اعرف انا عايز اعمل ايه، مش ما يبقاش الغايه انا مفتاح افتح شركتي وطول يعني الوقت يبقى يشتغل على نفسه. يعني دي حاجه مهمه زي جدا، زي ما قلنا الشاطر في شغله وهو في شركه هيبقى شاطر لما يفتح شركته، يعني ما بيتحولش في 24 ساعة. وبتهيالي برضو طول الوقت مثلا لو حد صغير لسه بيسمعنا اللي هو دايما يزود خبراته، يزود الحاجات اللي ممكن لو حد تاني محتاجه يبقى هو اول حد مؤهل يعني ليها. انا ناتشل كده في كبسولة يعني. أيوة. اشتغل في الشركة اللي انت بتشتغل فيها كأنك صاحب الشركة كتمرين لما تفتح شركتك. صح. لو انت مش حاسس ان انت صاحب الشركة اللي تشتغل فيها مش هتبقى ناجح لما تفتح شركتك. ده حقيقي. هو في نهاية الحلقة أنا فعلا كنت مبسوطة جدا بالحوار النهاردة، وبتمنى لحضرتك مزيد من النجاح. حضرتك شخصية فعلا تشرف، وأتمنى أي حد سمع الحلقة النهاردة يختار الحاجة اللي هو حسها ويشتغل عليها، يعيد النظر تاني. احنا بنبقى محتاجين كل فترة نعمل أبديت في حياتنا، سواء كانت العملية أو الحياة الاجتماعية. بس النهاردة كنا بنتكلم على إزاي تحدد كاريرك، إزاي تحدد شغلك، إزاي تغير لو أنت مضطر إنك تغير. المجازفة كويسة، بس لازم قبل ما ناخد قرار المجازفة إن احنا ندرس كويس جدا إيه العواقب قبل كمان المميزات. مش عيب إن احنا نقول إن احنا فاشلين أو فشلنا، أكيد هنتعلم من أي حاجة مرت علينا وإحنا ما كناش قدها، ده بيحصل. بس بعد كده الأكيد أن ربنا بيعوض بالمجهود، المجهود مطلوب في كل حاجة في حياتنا. بشكر حضرتك دكتور إسلام. شكرا ليكي. أشوفكم الحلقة الجاية وموضوع جديد في برنامج أبديت. كانت معاكم هدير شعيب، راديو عين شمس. سلام عليكم. استنونا في الحلقة الجاية من برنامج أبديت مع هدير شعيب على راديو عين شمس. عيش اللحظة.